قلنا قبل كده ان احنا عايزين موضوع المحاضرات بتاعتنا هي العقود الإدارية، وبالتالي ما كانش أبدا مقبول إن إحنا نتعمق في جزء صغير أو في موضوع متخصص في العقود الإدارية في حين إن إحنا ما عندناش علم بنظرية العقود الإدارية. نظرية العقود الإدارية هي نظرية عامة، وفي الواقع العملي المنازعات بتاعت العقود الإدارية ما بيشتغلهاش غير عدد محدد من الناس، لأن هي بتتطلب قدر عالي من التكوين القانوني. ونظرية العقود الإدارية بصفة عامة فيها تركات كبيرة وحتت كبيرة ممكن ما تكونش مفهومة لكثير من الناس. عشان كده مش عارف، بس مثلا احنا لما كنا بنتكلم عن نظريه العقد الاداري بصفه عامه كنا بنحرص على ان احنا نبعد دايما الطالب عن المواضيع اللي هي ممكن تكون صعبه قوي او المواضيع اللي هي ممكن ما تتفهمش. انا في المؤلف بتاع الوجيه في العقود الاداريه كنت حريص على حاجتين. اولا ان انا ما نكدش الطالب، ما نغرقوش في التفاصيل، لان التفاصيل ديت انا شفتها بموضوع غرامات التاخير. بس في نفس الوقت انا عايز اعمل مؤلف فقهي عملي، حاجه عمليه، بحيث حضرتك مثلا وايا كان شغلتك اتعرضت عليك منافعه في العقود الاداريه تقدر بمؤلف صغير مختصر ان انت تحلها. عايز تتعمق، الكتاب عملت فيه اشارات كثيره للمراجع المتعمقه بسبب موضوعات معينه. طيب العقود الاداريه، لو جينا نتكلم عن العقود الاداريه هنقول ايه؟ هي عقود صح؟ عقد جوهره ايه؟ تلاقي طرفين على احداث اثر قانوني. العقد المدني كده زيه زي العقد الايه؟ الاداري. الاثنين جوهر العقد فيهم هو تلاقي ارادتين عشان يحدثوا اثر قانوني معين. طيب اما الخصوصيه جايه منين؟ ليه العقد الاداري بيتميز باحكام قانونيه؟ الخصوصيه بتاعته جايه منين؟ الخصوصيه بتاعت العقود الاداريه جايه من النظام القانوني اللي افترض عليه هذه العقود. نظام قانوني مختلف. عندنا في عقود الإدارة المدنية بيسيطر علينا حاجتين أو مبدأين مهمين. المبدأ الأولاني هو مبدأ سلطان الإدارة. المبدأ الثاني هو مبدأ العقد شريعة الإيه؟ المتعاقدين. طيب سلطان الإدارة ده مقتضى إيه؟ ان انا اروح اختار اللي انا عايزه اتعاقد معاه. العقد شريعة المتعاقدين معناه ايه؟ ان انا في اطار النظام العام احط في العقد اللي انا عايزه، محدش يحط حاجه عندي طالما الطرف الاخر قابل. طالما الطرف الاخر ايه؟ قابل. الطرف الاخر قبل خلاص نحط اللي احنا عايزينه، حدود النظام العام والايه؟ والاداب، محدش ليه حاجه عنده. طيب العقود الاداريه الوضع فيها مش كده. اما العقود الاداريه الوضع فيها ازاي؟ في العقود المدنيه
الطرفين بيتصرفوا في مالهم، الاثنين بيتصرفوا في المال الخاص بتاعهم، في العقود المدنية الاثنين بيتصرفوا عشان يحققوا مصالحهم الذاتية. كويس؟ أنا لما بعرض مثلا شقة للإيجار بستهدف من ذلك مصلحة إيه؟ مصلحة مالية، وأنا أقدر أستحق مصلحتي. أنا مش معقول أروح أجيب لنفس القطار، صح ولا لأ؟ طيب في عقود الإدارة، في العقود الإدارية الوضع مختلف. أولا الإدارة بتتعاقد بمن؟ مش فلوس؟ لما بتتعاقد بفلوس مين؟ بفلوس الشعب. الدولة ما بتتعاقدش بفلوس، إنما بتتعاقد بفلوس مين؟ الشعب. خزانة الدولة دي بتتمنى منين؟ من الضرايب، صح؟ يعني المصدر الأول ليها الضرايب. فهي في النهاية فلوس مين؟ فلوس الشعب. يعني الإدارة نائب عن مين؟ عن الشعب. ده في نقطة. النقطة الثانية، الإدارة ما بتستهدفش تحقيق المصلحة الخاصة بيها. هي في الحقيقة الإدارة دي حاجة معنوية، حاجة خيال، مجاز قانوني. هي في النهاية إيه؟ مجاز قانوني. المفروض مصلحتها هي المصلحة الإيه؟ العامة. طب المصلحة العامة بتتكون من إيه؟ من مجموع مصالح الناس. من هنا يتضح لنا ايه؟ من هنا يتضح لنا ان اختلاف الغرض من التعاقد، اختلاف الغرض من التعاقد ما بين المصلحه الخاصه في العقود المدنيه وبين المصلحه العامه في العقود الاداريه يبرر اخضاع العقود اللي بتبررها الاداره او العقود الاداريه لنظام قانوني خاص ومختلف. ولما اقول لك خطوه مختلف بالمقارنه بايه؟ بالمقارنه بالنظام القانوني العام اللي هو الشريعه العامه اللي هو القانون المدني. طيب الاختلاف والخصوصيه ديت هتتبدا في ايه؟ هتتبدا اولا العقد جوهره واحد، مدني اداري الاثنين واحد، جوهره واحد، طرفين بتلتقي ارادتهم على احداث اثر قانوني معين. من هنا هنلاقي ان المبادئ اللي بيخضع ليها العقد المدني بيخضع ليها العقد الاداري، ولكن ليس بنفس الدرجه، ولكن ليس بنفس الايه؟ الدرجه. المبادئ بتاعه العقد المدني زي مثلا مبدا سلطان الاراده ومبدا العقد شركه المتعاقدين عيجد لهم تطبيق في مجال القانون العام، ولكن على نحو محدود. على نحو ايه؟ محدود. لما اقول لك محدود انت اول سؤال يجي في دماغك، طب وايه اللي هيحده؟ طب والحدود بتاعته جايه منين؟ الحدود بتاعته جايه بكل بساطه من ان احنا في نظام قانوني مختلف اللي هو النظام القانوني الاداري، ليه مبادئ خاصه مختلفه عن المبادئ اللي بتحكم نظام القانوني المدني. وبناء على ذلك هنلاقي مثلا مبدا سلطان القرار اللي من مقتضاه ان المتعاقد ليه حريه كامله في اختيار المتعاقد الثاني هيحد مبدا ثاني اللي هو ايه؟ مبدا اختيار الافضل والافضل. مبدا اختيار الايه؟ الافضل والافضل. يعني الاداره وهي بتختار هتختار الافضل والافضل. يبقى معنى كده ان مبدا سلطان الاراده ماله؟ محدود. كويس؟ طيب في نفس الوقت مبدا سلطان الاراده هو محدود بس مش معدوم. الكلام ده عنده ايه انعكاسات في قاعده ثانيه مثلا زي ايه؟ ان الاراده لا تجبر، الاداره لا تجبر على اختيار متعاقد معين. يعني ممكن مثلا الاداره تعمل مناقصه والاداره لازم تختار الايه؟ الافضل. فافضل عرض جاي لها شخص الاداره لا تثق في كفاءته الماليه او الاداره لا تثق في كفايته الماليه. بيكون مثلا الشخص دوت ايه؟ كان اتعاقدت مع قد كده وخالف معايا، وبالتالي انا مش قادرة اديله الثقه انه ينفذ العقد ده، فتروح عامله ايه؟ تلغي المناقصه. تلغي المناقصه استنادا لقاعده ايه؟ ان الاداره لا تجبر على اختيار المتعاقد معها. طب الاداره لا تجبر على اختيار المتعاقد معها ده اثر من اثار ايه؟ سلطان الاراده. لكن في نفس الوقت هل الإدارة تقدر تختار متعاقد تاني في المناقصة اللي هي عملتها غير
اللي هو افضل واحد لا ما تقدرش. دوت اثر من اثار قاعده ايه؟ اختيار الافضل للطعام. يبقى هنا مبدا تكون الاراده دي مبدا تاني ايه؟ بيقيده. اختيار الافضل. مبدا العقل كانكم بتعقدوه. انا وانت اتعاقدنا مع بعض على حاجه. احنا لينا الحريه ان احنا نصيغ العقد بتاعنا زي ما احنا عايزين، صح ولا لا؟ طيب في الواقع العملي هل الاداره بتصير فورم على التعاقد معها وهم الاثنين يكتبوا العقد وبند بند، ولا كله عندك العقد اهو مكتوب ومطبوع اقطع الكلمه يا دكتور بعرف بتفتكر على الله في قلب من غيرك، صح ولا لا؟ ده اللي بيحصل ولا مش ده اللي بيحصل؟ يبقى هنا مبدا سلطان الاراده ومبدا العقد شركه المتعاقدين الاثنين منقوصين. منقوصين بايه؟ بسبب ان حريه التفاوض منقوصه. حريه التفاوض في العقود الاداريه في الاغلب من الاحوال منقوصه. طيب بعد كده هنلاقي ان نظام تنفيذ العقد المفروض النظام اللي ينفع اتفاق على التعاقد. المفروض العقد لما بيجي يتنفذ بيتنفذ وفقا للبنود التي اشتمل عليها الايه؟ العقد والطريقه تتفق مع حكم المدني. دايما تقرا في احكام القرار المدني ان العقود يتعين تنفيذها وفقا لما اشتملت عليه من بنود وبطريقه تتفق مع حكم المدني. الكلام ده معناه ايه؟ ان مفيش واحد من المتعاقدين يجي بارادته المنفرده ويعدل العقد. صح؟ انا انت مثلا متعاقد مع الراجل على ان انتوا انه ياجر لك عين مؤجره بمبلغ 500 جنيه. تيجي انت مثلا بعد 6 شهور تقول له لا انا عايز انا خفضتها ل 400. انا عملت ايه؟ خفضتها ل 400 بايه؟ بإرادة المنفردة. انت تقدر تعمل كده؟ هيقول لك احنا بينا ايه؟ بينا عقد. طيب الإدارة تقدر تعمل كده؟ تعدل العقد بإرادتها المنفردة تقول لها احنا بينا عقد تقول لك بينا 500. يبقى هنا حق الاداره تعديل العقد ليه قيود وحدود. ليه قيود وايه؟ وحدود. القيود والحدود جايه من ايه؟ من ان العقد يجب ان ينفذ وفقا لما اشتمل عليه من بنود وبطريقه تتفق مع حسن النيه. يعني مثلا احنا الاثنين متعاقدين على عقد توريد، انت متعاقد مع الاداره على عقد توريد ان هي مثلا تورد لك وجبات غذائيه للاطفال بتوع المدارس، او تورد لك وجبات غذائيه للناس العاملين عندك، العاملين عند الاداره. تقدر الاداره تحول العقد من عقد توريد لعقد مقاولات، تجيب المقاول الراجل المتعاقد معاه وتقول له طب يلا بقى اديني مبلغ؟ ها؟ لا. الحق حق الاداره في التعديل لايه؟ حدود وقيود. طيب حقها التعديل في تعديل العقد دوت اللي هو بيتمثل على اساس ان هو ايه؟ ان هو حد لمبدا ايه؟ تنفيذ العقود وفقا لما اشتملت عليه من البنود وبطريقه تتفق مع حسن النيه. جاي منين حق التعديل العقد دوت؟ جاي من حاجه من مبدا مهم جدا من مبادئ القانون العام اللي هو ايه؟ اللي هو قابليه المرافق العامه للتعديل والتغيير. المبدا ده ليه وجود في القانون الخاص؟ هل هو من مبادئ المسيطره في القانون الخاص؟ لا طبعا. طيب حضرتك متعاقد مع الاداره على عقد معين، جيت خلفت معاها، جيت خلفت مع الاداره، الاداره ممكن تعمل ايه؟ تمسك العقد. بس قبل ما تمسكه هي ممكن تعمل حاجات ثانيه، ممكن تنفذ العقد على حسابك، تقول لك ايه مش هتنفذ، طب خليك قاعد في بيتكو، قالوا هات مقاول ثاني، يلا تعالى ابن المبنى اللي بناه الاولاني. اللي كان اولا المفروض يبنيه. مش ابن المبنى كده وخلاص. انت بنيت بكام؟ بمبلغ كذا. خلاص انا هعصمهم من مستحقاتك عندي. هعصمهم من مستحقاتك ايه؟ عندي، والباقي هطبق فيه، وعقده منك من اي فلوس تكون ليك عندي، حتى لو مش متعلقه بالعمليه دي واي عمليه ثانيه. هاخدهم من حبايب عينيك، هاخدهم من حبايب عينيك. الاداره هنا عملت ايه؟ وقعت جزاءات بارادتها المنفرد. وقعت جزاءات بارادتها المنفرد. وصلت الجزاءات ديت لحد ايه؟ فسخ العقد.
وصلت الجزائر لحد ايه؟ بس العقد. طيب هو في بنود القانون الخاص او في عقود القانون الخاص سعادتك متعاقد على فين؟ تقدر تروح تنفذ حقك بايديك؟ لا ده احنا كده نبقى في شريعه الغاء مش نبقى في شريعه العقد وشريعه المتعاقدين، نبقى في شريعه الايه؟ الغاء. انت ليك حق؟ بتقول ان انت ليك حق؟ في بيقول انت كان ليك حق ولا مالكش حق؟ يتعين عليك اولا اللجوء للايه؟ للقضاء. انما الاداره هتروح ترجع للقضاء؟ لا الاداره مش هترجع للقضاء، ليه؟ لان العقد الاداري بيكون متصل بالمرفق العام، بيكون متصل بخدمات تؤدى لجمهور الناس، كل الناس بتستفيد منها. لو احنا قلنا سيب العقد متعطل عقبال ما انت تروح ترفع قدام القضاء قضيه والقضيه تاخد لها سنتين او ثلاثه او خمسه انت وظروفك، يبقى معنى كده ان احنا عملنا ايه؟ عملنا اضرار بالمصلحه الايه؟ بالمصلحه العامه. طيب انت متفق على عقد معين كمتعاقد مع الاداره، متفق معاها على بنود معينه وليكن مثلا عقد توريث، ان هي تورد لك مثلا كميات معينه من صنف غذائي معين زي مثلا الفول او ما خلافه، او مثلا ورق متعاقد مع الاداره ان هي تورد ان انت تورد لها ورق. مثلا على ذلك الناس مثلا الاداره بتعمل مناقصات، المدارس بتعمل مناقصات، التربيه والتعليم بتعمل مناقصات عشان الايه؟ عشان الكتب بتاعت المدارس، صح ولا مش صح؟ طيب تعاقد عاكم منك الكتاب بثمن كذا. طيب جت دولار على مثلا الكتاب اللي مش عارف كان بيتكلف كام، بقى بيتكلف كام؟ المقاول محوش فلوسي غلط، او المورد انا اسف محوش فلوسي غلط، معهوش فلوس يغطي. المفروض العقد شريعه الايه؟ متعاقدين. انا ماليش دعوه، احنا مش اتفقنا وفي عقد بينا، يبقى تورط لي بالثمن ده، بالثمن اللي احنا متفقين ايه؟ عليه. لكن القانون الاداري ما بيقولكش كده. بيقول لك ان في حاجه اسمها نظريه الظروف الايه؟ الطرد. بيقول على الاداره ان هي لازم تتدخل وتساعد عشان يتجاوز الظرف ده. فعارفين معاه الخساره بتاعته جزئيه. طب هي بتعمل كده ليه؟ عشان المرفق العام يمشي. عشان المرفق العام يمشي. الخلاصه ان العقد الاداري في جوهره هو تلاقي ارادتين على احداث اثر قانوني معين. وهو في ذلك مثل العقد المالي. ولكن نظرا لان الغرض من التعاقد يختلف في العقود الاداريه عن عقود الاداره المدنيه، فان ذلك يبرر اخضاع العقد الاداري لنظام قانوني خاص ويختلف عن العقود المدنيه. هذا الاختلاف وهذه الخصوصيه تتبدى في النقاط التاليه. اول حاجه في ابرام العقد نجد ان مبدا سلطان الاراده مقيد بمبدا اخر وهو اختيار الاصلح واختيار الايه؟ الافضل. وتنفيذ العقد مقيد بعدد من المبادئ مثل قابليه المرافق العامه للتغيير وللتعديل، ومثل مبدا دوام سير المرفق العام او سير المرفق العام بانتظام واجراءات. ديت هي خلاصه نظريه العقد الجديد. الباقي كل اللي هندرسه بعد كده هو تفصيلات، بس تفصيلات بيترتب عليها منازعات قانونيه في غايه الاهميه وغايه الايه؟ التخصص. اول حاجه، اول سؤال منطقي، احنا شايفين دلوقتي ان العقد الاداري يخضع لنظام قانوني خاص ومختلف. احنا شايفين كده صح ولا لا؟ دلوقتي واضح قدامنا، شايفين ولا مش شايفين؟ شايفين. طيب السؤال الاول، ايه هي العقود الاداريه؟ ما احنا لازم نفرق بين العقود الاداريه والعقود اللي مش اداريه. ليه؟ التفريق ده هترتب عليها نتيجه غايه في الاهميه، وهي تحديد النظام القانوني
او القواعد القانونيه التي تطبق على الايه؟ على العقد. هنطبق عليه القانون الاداري ولا هنطبق عليه القانون المدني؟ ده هي نقطه. حاجه ثانيه غايه الاهميه، اللي بيطبق القانون الاداري هو القضاء الاداري، واللي بيطبق القواعد القانون المدني هو القضاء الايه؟ المدني. يبقى ترتب على ذلك كمان تحديد الجهه القضائيه المختصه بالمنازعات اللي تنشأ عن العقود. يبقى دي نتائج مهمه ولا لا؟ حضرتك لو رحت رفعت دعوه متعلقه بالعقد الاداري قدام القضاء المدني، وده بيحصل كتير، الدعوه تقول لها سنه ولا اثنين او ما سعاده القاضي يفتح ويبص فيها وعدها لك بعد كده عدم اختصاص، وبروح الصفحه من اول وجديد. طيب يبقى اول حاجه هندور فيها اللي هي تحديد العقود الاداريه او ماهيه العقود الاداريه. ايه هي العقود الاداريه؟ دوت الباب الاول من المؤلف. الباب الثاني هنخصصه للنظام القانوني للعقود الاداريه. ايه هي القواعد اللي بتحكم العقود الاداريه؟ القواعد الخاصه اللي بتحكم العقود الاداريه. ماهية العقود الإدارية؟ إيه هو العقد الإداري؟ عارف فيه حاجتين أساسيين فيه. الحاجة الأولانية معيار تحديد العقد الإداري. الحاجة الثانية عندي مثل لأبرز أنواع العقود الإدارية. إيه هي أبرز أنواع العقود اللي بنشوفها؟ وايه هي القواعد اللي بتنطبق عليها؟ وايه اللي بيميزها؟ اول حاجه تحديد العقود الاداريه اللي هو معيار العقد الاداري. معيار العقد الاداري ده بيرتبط بالتكييف. صح، احنا هنا بنجاوب على سؤال متعلق بالتكييف. يعني ايه التكييف؟ حد فيكم يعرف يعني ايه تكييف؟ يعني ايه تكييف؟ كيف؟ تصنيفه ووضعه تحت فئة معينة. برافو عليك، شكرا اتفضل. تكييف الشيء هو وصف، ايه هي طبيعته؟ ده ايه ده بالظبط؟ عقد إداري ولا مش عقد إداري؟ في مجال العقود الإدارية التكييف مطلوب فيه تحديد طبيعة العقد. هل هو عقد إداري؟ أم أنه عقد غير إداري؟ طيب التكييف ده عمل مين؟ نيابة. نيابة. اللي عايز يتكلم يرفع إيديه وياخد الكلمة يتكلم. أنا قلت لكم أنا أسلوبي في التدريب قائم على الحوار. التكييف عمل مين؟ طيب طيب كلام جميل، زميلكم قال المشرع، مين تاني عنده كلام؟ القاضي. القاضي. خصائص الموضوع نفسه يعني. برافو عليك، اتفضل. برافو عليك، اتفضل. مين تاني؟ مين حد عنده كلام تاني؟ طيب هو الأصل إن التكييف ده من عمل القاضي. القاضي هو اللي بيكيف. ليه؟ القاضي لازم أول حاجة يعني لما يجي يبحث موضوع أي دعوة لازم يبدأ بتكييف عشان يقدر يحدد القواعد القانونية اللي بتطبق عليه. بس زميلكم كان عنده حق في نقطة معينة اللي هي إيه؟ في المجال بتاعنا الأصل إن التكييف عمل المشابه، عارفين ليه؟ لأن التكييف العقد هيترتب عليه تحديد الجهة القضائية المختصة بنظم المنازعات. طيب تحديد الاختصاص القضائي ده من عمل القاضي ولا من عمل المشرع أصلا؟ عمل المشرع أصلا. يبقى في مجال تكييف العقود الإدارية المفروض إن الأداة الأساسية اللي المعول عليها في موضوع التكييف هو الأداة التشريعية اللي هو المشرع. هو اللي يدخل ويقول لنا ده عقد إداري ولا ده عقد إيه؟ ولا ده عقد مدني؟ والكلام دوت يعني فعلا المشرع في فرنسا دخل وخد الدور ده. المشرع في فرنسا
طلع وحدد كذا عقد وقال العقود دي عقود إدارية، زي مثلا عقد الأشغال العامة. أي عقد أشغال عامة في فرنسا، أي عقد موضوع أشغال عامة يعني إقامة أعمال مقاولات لصالح الدولة، دوت يعد عقد إيه؟ عقد إداري، بغض النظر عن أي شيء تاني. هو عقد إداري طالما موضوعه كده يبقى هو عقد إداري. التصريح بشكل المال العام مثلا، حتة أرض عليها كشك، فواحد راح للدولة وقال لها أنا عايز آخد الكشك دوت أأجره منك لمدة مثلا سنة. في فرنسا التصريح بشكل المال العام ده عقد إداري بمقتضى نص الإيه؟ نص تشريعي. بس في نفس الوقت المشرع في فرنسا هو الدكتور وقال في عقود كتير عقود اداريه بمقتضى التحديد التشريعي، الا انه محطش معيار جامع مانع، يعني ما قالش ان هي دي كل العقود الاداريه. طب وبناء على ذلك العقود اللي انت مقدش عليها هنعمل فيها ايه؟ لازم نرجع للقاضي. عندنا احنا بقى في مصر الوضع مختلف، المشرع كفر دماغه، تدخل في حاجات بسيطة جدا وقال بطريقة ضمنية، حتى من بطريقة صريحة، بطريقة ضمنية ان العقد ده عقد إداري. المثل على ذلك من الامثلة على ذلك زي القانون الحاكم للأراضي الصحراوية. القانون الحاكم للأراضي الصحراوية جاء المشرع فيه وقال في المادة 22 من القانون 143 سنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، نص على إيه؟ على اختصاص المحاكم المدنية دون غيرها بالمنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق هذا العقد. معنى كده إيه؟ المختص هو القاضي المدني. هو هنا المشرع بيقول لنا الطريقة ضمنية ان العقد دوت عقود ايه؟ عقود مدنية ايا كانت طبيعتها او ايا كان اشرافها او ايا كانت الظروف التي اقدم فيها هذا العقد. يعني هو عقد مدني مهما كان، طالما موضوع نزاع على ارض صحراوية او الدولة لحد معين ارض صحراوية وقالت له مثلا تصلحها، المنازعات بتاعتها تخضع للقضاء المدني. يعني معنى طب هل القضاء المدني مثلا هيروح يطبق قواعد القانون الاداري؟ لا. صح؟ هل القضاء المدني هيطبق قواعد القانون الاداري؟ لا. طالما قال لنا قضاء مدني يبقى معنى كده القضاء المدني هيطبق القانون الايه؟ المدني. يبقى العقد دوت ضمن العقد ايه؟ الاداري. بس حتى الاحوال اللي زي ديت هي احوال نادره ومحدوده، مش كتير المشرع اتدخل وقال لنا العقد دوت عقد اداري ولا عقد ايه مدني. في الحقيقه هو لما بيتدخلش بيعمل حاجه اسمها فراغ تشريعي. يعني ايه؟ هو سيب لنا حاجه فراغ، فلازم حد ياخد دور المشرع ويتدخل ويملى الفراغ ده. مين اللي عمل كده؟ القاضي. ليه؟ لان القاضي لازم يكيف العقد. عشان ايه؟ عشان يحدد القانون الواجب التطبيق عليه، عشان يشوف اذا كان هو مختص ولا ايه ولا مش مختص. طب العقود الاداريه وفقا للمعيار القضائي، المعيار القضائي عندنا في مصر وفي فرنسا، وهنا في خلاف في الفقه في الحقيقه، ومش عارف الخلاف جاي منين ولا جاي ازاي. انا شايف الموضوع واضح، احكام القضاء في مصر وفي فرنسا بتقول ان هم ثلاث شروط: لازم يكون احد اطراف العقد شخص من اشخاص القانون العام. مش تقول لي عقد اداري؟ طب يبقى عقد اداري ازاي اذا كانت الدوله مش واحد من اطرافه، او كانت الاداره واحد من اطرافه؟ يبقى لازم يكون احد اطراف العقد شخص من اشخاص القانون العام. اثنين، لازم العقد يتعلق بمدفع عام. احنا مش عاملين نقول الامتيازات والسلطات الاستثنائيه اللي احنا مدينها للاداره
ده هدفها ان العقد لان العقد متعلق بمطبق عام ها يبقى لازم العقد يتعلق بمطبق عام. ثلاثة لازم العقد يكون فيه شروط وصول فيه شروط وفيه شروط استثنائية بتعلي من شأن الإدارة. دوت ثالث شرط. الشروط ديت هي نفسها موجودة فين؟ في فرنسا. طبعا الشرط الأولاني بتاع ان الإدارة تكون طرف في العقد ده مفهوش خلاف. بس في المقابل في فقهاء قالوا مش لازم العقد الإداري يتعلق بالمطبق العام. وفي فقهاء تانيين قالوا انه لازم يتعلق بالمطبق العام ومش لازم يكون فيه شروط استثنائية. احنا عندنا انا زي ما قلت لكم بعد عن الكلفات ديت المنهج الوقت والقضاء عندنا في صفحه 17 في حكم عروض عروض الرد عندكم دقيقه ونص الرد انتوا لازم تتعودوا على روايه الاحكام القضائيه. الحكم دوت خلاص قريته. الحكم دوت جاي بيقول لي ايه؟ الحكم دوت جاي بيقول لي ان الاداره عندها حريه اختيار ان هي تبرم عقودها وفقا لنظام القانون العام. فيبقى العقد ايه؟ اداري. او تبرم عقودها وفقا لنظام القانون الخاص فيبقى العقد ايه؟ مدني. يعني معنى كده ان مش كل عقد داخله في الاداره كطلب يعد عقد اداري. بس كل عقد ما فيهوش الاداره طلب دوت عقد مدني ما فيهاش كلام. انما العكس من الصحيح بقى. يعني الاداره ممكن تتدخل في عقد ويبقى العقد مدني. بالرغم من ان الاداره احد اطرافه بالرغم من ان الاداره احد اطرافه. طيب انت يا قضاء ما هو مجلس الدولة لما يتعرض قدامه العقد لازم يبص في العقد مدني ولا اداري عشان يشوف هو مختص ولا يحكم بعدم الاختصاص ويحولها للقاضي الايه؟ للقاضي المدني. يبقى لازم تكون الإدارة طرف في العقد ده كلام ما فيهوش كلام. طيب بعد كده يروح جاي القاضي باصص لشرطين تانيين اللي هو ان العقد يتعلق بمنفق عام وان العقد يبقى فيه شروط استثنائيه. الثلاث عناصر دول توفروا يبقى العقد ايه؟ اداري يقدر يكمل. ما توفروش اي عنصر فيهم جاب يبقى العقد ايه؟ مدني. العقد مدني لو الموضوع قدام القاضي الاداري هيحكم بعدم الاختصاص والايه؟ والاحاله. العقد لو العقد او المنازعه قدام القاضي المدني وتاكدوا ان العقد عقد اداري هيحكم بعدم الاختصاص والايه؟ والاحاله للقضاء الايه؟ الاداري. طبعا كون ان القاضي يحكم بعدم الاختصاص والاحاله دي مش حاجه هينه. عارفين ليه؟ لان القاضي عقبال ما يحدد موضوع اختصاصه ممكن القضيه تاخد لها سنه او اثنين. انا دايما يعني احب الجانب العملي يعني. عارفين يعني ايه سنة او اتنين؟ هو اصلا القاضي بيقعد في المحكمة اللي هو فيها قد ايه؟ وبالذات القضاء بتوع المحاكم الابتدائية واخوانا بتوع مجلس الدولة في محكمة القضاء الابتدائية هما بيقعدوا في مكانهم قد ايه؟ سنة. يعني معنى كده هو ممكن ينظر المنازعة يسيبها يمشي يجي اللي بعديه يبدأ ينظر فيها ما ينظر فيش يقول لك ده نزاع مدني.
يلا احكم بعدم اختصاص وايه؟ واحاله. تروح للقاضي المدني الثاني، جاي لنا منين؟ من مجلس الدوله. طب اركنها على جنب لما نشوف الكتله اللي قدامنا من الوقت. كويس؟ يكون هو مشى، جاء اللي بعديه يبدا يبص فيها، يعني فات كام سنه؟ ثلاث سنين. فات كام سنه؟ ثلاث سنين. وانا فعلا وانا بعد الكتاب دوت بصيت في الاحكام اكتشفت حاجات زي كده. يعني مثلا ثلاث سنين عشان القاضي يحكم بعدم الاختصاص والاحاله. فيروح قدام القاضي مثلا المدني فيبدا يبص فيها ياخد له مثلا ممكن اربع خمس سنين. يبقى اذا يبقى لازم الواحد يهتم بموضوع الاختصاص عشان ما يعطلش سير الدعوه بتاعته، وعشان الموضوع ما ياخدش وقت طويل وما يطولش قدام الايه؟ المحاكم. يبقى دلوقتي احنا عندنا ثلاث عناصر، العنصر الاول لازم يكون العقد على الاقل اطراف شخص من اشخاص القانون العام. الشرط الاول ده انا هناقش فيه عده مواضيع. الموضوع الاول وجود الاداره كطرف في العقد. الموضوع الثاني دور نظريه النيابه في العقود الاداريه. الموضوع الثالث الاستثناء على وجود الاداره كطرف في العقد. بالنسبه للموضوع الاول وجود الاداره كطرف، مين هي الاداره؟ مين اللي ينطبق عليه شخص من اشخاص القانون العام؟ مين عارف التالي؟ اتفضل. الدكتوراه والمهندسين والاحياء وشركات الخدمات العامه. ماشي، كلام جميل. مين عنده تحديد اكتر؟ هو الدوله. السلطة المركزية. السلطة المركزية، كلام جميل. ومين تاني من السلطة المركزية؟ واللامركزية. اسمعوا ليه؟ اللامركزية ده جواها ايه؟ طيب شكرا تفضل يا رب. احنا عندنا في مصر شخص من اشخاص القانون العام بنقصد بيه في تقسيم الثنائي، أشخاص القانون العام التقليدية وأشخاص القانون العام الحديث. يبقى يا إما شخص من أشخاص القانون العام التقليدية يا إما شخص من أشخاص القانون العام الحديث. طب أشخاص القانون العام التقليدية، إحنا ليه بنقول عليهم تقليدية؟ لأن هم من زمان وإحنا بنعتبرهم أشخاص قانون عام. ومفيش عليهم فين؟ اللي هم مين؟ زي ما الزمالك وقال، السلطة المركزية اللي هي بقى تبدا من اول رئيس الجمهوريه، رئيس مجلس الوزراء والادارات المركزيه اللي في العاصمه والكلام ده. طيب في بعد كده حاجه اسمها اللامركزيه. اللامركزيه جواها حاجتين، في لامركزيه محليه اللي هي المحليات، وفي لامركزيه منطقيه. اللامركزيه المحليه اللي هي المحليات دولت عندنا مين المحليات؟ المحافظة وإيه تاني؟ والمدينة. المحافظات ده أول حاجة، دي أكبر حاجة. بعد كده المراكز. المراكز جواها إيه؟ مدن. المدن جواها إيه؟ أحياء. الأحياء جواها إيه؟ قرى. يبقى هما خمسة. دي المحلية اللي هي إيه؟ محافظة، مركز، مدينة، حي، قرية. طيب لو سمعنا، طب احنا عندنا هنا في اسكندرية في مراكز؟ طب اشمعنى بقى؟ ليه التفرقة العنصرية دي؟ ها؟ طيب القاهرة فيها الموضوع ده؟ لا. طب ليه؟ ايه الموضوع؟ في الحقيقة احنا عندنا في مصر محافظتين مستثنيين من موضوع التقسيم الاداري ده، او التقسيم مرتبط بالتقسيم اللي احنا قلنا عليه، القاهره وايه؟ واسكندريه. دول احنا بنعتبرهم بيبداوا بالمدينه على طول.
ما بيبداوا بايه؟ بالمدينه، مدينه وبعد كده على طول حي وبعد كده ايه؟ وبعد كده ايوه حي وفي الاخر قريه. ما فيش الحته اللي في النص اللي هي ايه؟ المراكز. ديت القاهره واسكندريه بس. طيب بعد كده اللامركزيه المرفقيه. اللامركزيه المرفقيه من غير ما تكسر دماغك اي حاجه فيها المرفق العام. المرفق العام مش عارف كهرباء مش او المرفق العام سكك حديد مصر. المرفق النقل العام. اي حاجه فيها كلمه مرفق عام ده اسمها ايه؟ لامركزيه مرفقيه. ديت شخص من اشخاص القانون العام. الجامعات على سبيل المثال ديت ايه؟ مرافق عامه. ديت اسمها اشخاص القانون العام ايه؟ التقليديه اللي انتم من زمان عمالين تدرسوا فيه. اتوا في سنه ثانيه وقعدنا نقول لكم في سنه ثانيه المركزيه ولا مركزيه ولا مركزيه جواها مرفقيه وجواها محليه. لكن بقى في حاجه اسمها اشخاص القانون العام الحديثه. الحديثه يعني معناها لسه طالعه جديد. يعني مش من زمان قوي موجوده. وطالما لسه طالعه جديد يبقى هي اثارت خلاف حوالين طبيعتها، هل تعد من اشخاص القانون العام ولا لا؟ ابرزها النقابات. هم اثاروا خلاف ليه؟ بكل بساطه النقابات تم انشائها مقتضى قانون. والدولة مشاركة فيها بجزء ومدياها جانب من امتيازات وسلطات السلطة العامة. بس هي ما قالتش صراحة بإيه؟ دي مرفق عام مثلا، ما قالتش كده صراحة. نفس الوقت العمال والموظفين بتوعها ما هوش موظفين ايه؟ عموميين. والمفروض ان الإدارة لما بتتدخل بأسلوب مباشر بيبقوا ايه؟ موظفين عموميين. فصار خلاف حواليها. القضاء الاداري جاب في الاخر حسم وقال ان اي شخص بتنشره الدوله بقانون وبتديله جانب من السلطات والقيادات السلطه العامه دوت يعد من اشخاص القانون العام. وبناء على ذلك اعترفت لي بالصفه ديت للنقابات المهنيه والجهه الثانيه زي مثلا جهات دينية زي مثلا مشايخ الطرق الصوفية وزي مثلا بعض الجهات الكنسية اعترفت لها بالصفة الإدارية وإن هي من أشخاص القانون العام. الموضوع دوت طالما أنا قلت لك هي من أشخاص القانون العام يبقى معنى كده إيه؟ إن أول شخص طوافق. طب لو جينا نبص لقينا الدولة هي اللي أنشأتنا لكن ما لهاش خالص جانب من سلطات وامتيازات السلطه العامه. يبقى معنى كده ان هي شخص من اشخاص القانون العام ولا ايه؟ ولا تعد عقودها عقودا اداريه ولا تعد عقودها عقودا اداريه. طيب النقابات اتفضل حتى النقابات العماليه. بس لازم الشخص يكون اداري. وانا عشان كده اخترت كلمه شخص من اشخاص القانون العام. لان السلطه الاداريه يعني على سبيل المثال النقابات لا تعد من السلطات الاداريه وانما هي شخص من اشخاص القانون العام. يبقى في فرق. انا عايز اقول لكم ان في فرق بين كلمه سلطه اداريه اللي هي اشخاص القانون العام التقليديه وشخص من اشخاص القانون العام. يعني مثلا لو البرلمان هل البرلمان سلطة إدارية؟ المفروض لا، ده سلطة تشريعية صح؟ مش الإدارة مش السلطة الإدارية جزء من السلطة التنفيذية. طب هو البرلمان ده سلطة تنفيذية؟ لا تشريعية. مثلا محكمة النقض دي سلطة إدارية؟ سلطة قضائية. لكن أنا شخص من أشخاص الإيه؟ القانون العام. وإذا تعلق عقد بيها يبقى العقد دوت عقد إيه؟ إداري. عايزينكم على كده أمثلة كتير. في فرنسا مثلا كانوا جايين يركبوا أجهزة تكييف
في القاعة بتاعة البرلمان الفرنسي اللي هي الأسومبلي جنرال أو الأسومبلي ناشيونال اللي هي جمعية عمومية عندنا اسمها عندنا مجلس النواب اللي هي بتناظر عندنا مجلس الايه؟ النواب. جايين بيركبوا أجهزة التكييف فيه. فحصل نزاع مين اللي بيمثل الجمعية بتاعتهم ديت أو مجلس النواب بتاعهم رئيس مدى العقد. حصل خلاف بين المقاول اللي كان جاي يركب أجهزة التكييف والجمعية ايه؟ والجمعية الوطنية بسبب الموضوع ده. راح رفع الموضوع قدام القضاء الإداري. راح القضاء راح التاني قالوا أنت غير مختص، ليه غير مختص؟ لأن أنت قاضي الإدارة. إحنا مالنا بيك. قال لهم لا، أنتوا هنا بالمعيار الموضوعي طبيعة العمل اللي أنتوا بتقوموا بيه ده عمل إيه؟ إداري. ده عمل بيتعلق بعقد مقاولات، صح؟ بتعملوا إصلاح وصيانة وتجديد لإيه؟ لمرفق من مرافق الدولة. هو البرلمان ده مش يطلع في الاخر مرفق من مرافق الدولة، صح؟ ولا البرلمان ده من السماء؟ واخدين بالكم النقطة دي؟ مثلا عندنا في مصر لو محكمة النقض مثلا جاء رئيسها أصدر عقد إداري على تجديد قاعات المحاكم بتاعة محكمة النقض وحصل خلاف، ده يعد عقد إداري ولا عقد مدني؟ عقد إداري. على الرغم من ان السلطه اللي اقامته هي سلطه وفقا للمعيار المادي وفقا للمعيار العضوي هي سلطه ايه؟ قضائيه. عشان كده احنا استخدمنا عباره ايه؟ شخص من اشخاص القانون العام. اذا طرف العقد من شخص من اشخاص القانون العام بالمعنى دوت او بالمفهوم دوت العقد لا يعد عقد ايه؟ ايه ده؟ بناء على ذلك شركات القطاع العام عندنا في مصر ديت هل تعد من اشخاص القانون العام؟ لا. عارفين ليه؟ بالرغم ان الدوله هي اللي انشاتها، بالرغم ان الاموال بتاعتها من اموال الدوله، واموال الدوله في النهايه اموال مين؟ اموال الشعب. طب القضاء ليه ما اعتبرهاش شخص من اشخاص القانون العام؟ لان هي ما عندهاش اي حاجه من صفات وامتيازات اشخاص القانون العام. ديت نقطه. تاني نقطه ان هي بتزاول انشطه تستهدف من خلالها تحقيق الربح. تستهدف من خلالها تحقيق الايه؟ الربح. عندي مثلا الجمعيات والانديه الرياضيه، مراكز الشباب والحاجات، مين اللي بينشئها؟ الدوله. غرضها ايه؟ تحقيق منفعه عامه ولا تحقيق منفعه خاصه؟ منفعه عامه. ومع كده نظرا لان هي ملهاش سلطات ممتازه لاشخاص القانون العام فلا تعد العقود التي تجرمها عقود ايه؟ اداريه. لان الانديه والجمعيات والمؤسسات الخيريه دي لا تعتبر من ايه؟ من اشخاص القانون العام. طيب يستوي بعد ذلك ان الاداره تكون طرف في العقد نفسها او ايه؟ يستوي بعد ذلك ان الطرف الاخر في العقد يكون برضه هو كمان جهه اداريه او شخص من اشخاص القانون الخاص. لكن احنا عندنا في مصر في نقطه صغيره ان لو الجهتين اللي اقاموا العقد من اشخاص القانون العام في الحاله ديت بينعقد الاختطاط بنظر المنازعات اللي تنشا عن العقد للجمعيه العموميه لتشمل الفجوه والتشكيل. الجمعية العمومية بتسمين فتوى ايه؟ ورأيها في الحالة ديت هو رأي منتج. وديت لأول مرة، متهيألي ديت هي المرة الوحيدة في القانون اللي احنا بنشوف فيها رأي وايه؟ ورأي منتج. طيب، دوت أول شرط. يبقى لو جينا نبص على أول شرط تاني، أنا بتكلم فيه على أربع نقط أساسية. وكل نقطة أساسية أنا عاملها لكم بخط كبير عشان ما تتعبوش أو ما تتوهوش في الكتاب وأنتوا إيه؟ وأنتوا بالذات. النقطة الأولانية إن أشخاص القانون العام في مصر يمكن تقسيمها نشاط تقليدية وأخرى حديثة. النقطة الثانية إن العقود اللي بتجرى بواسطة سلطات الدولة غير الإدارية بتعد عقود اداريه اعمالا للمعيار الموضوعي زي مثلا عقود اللي بيجرمها البرلمان او
احدى المحاكم. بعد كده اذا الشخص ما كانش من اشخاص القانون العام فليعد عقد بتاعه عقد ايه؟ اداري. النقطه الرابعه يستوي ان يكون الطرف الاخر في العقد شخص من اشخاص القانون العام او من اشخاص القانون ايه؟ الخاص. ساعات كتير جدا الطالب بيسال بيقول انا بقرا وبفهم بس بكون في النص احس ان انا تايه. انا عشان كده عامل لك رؤوس الموضوعات الكبيره ديت بالخط الكبير، هي ديت الفكره الاساسيه اللي فيها. بتكلم هنا عن فكره ايه؟ عن فكره ثانيه. فانت المفروض انت بتذاكر تعمل ايه؟ تقرا وتحط في دماغك الخط الكبير دوت، انت تلخصه على جنب، كده هتفضل في دماغك الفكره ومش هتنسى. طيب نظريه النيابه، دور نظريه النيابه في العقود الاداريه. ماشي يا ولاد الشبابيك. صح الدنيا حاضر صح؟ مش عارف انا مش عامل لنا مراوح هنا في القاعه ولا حاجه. طيب ايه رايكم؟ اديكم 5 دقايق راحه، 14 سيارة ونرجع نكمل. أصال العقد هتنصرف لمين؟ للأصيل. أصال العقد هتنصرف لإيه؟ للأصيل. والموضوع هل في هذه الحالة لو إن الإدارة جابت واحد نائب عنها يتعاقد بالنيابة عنها فيها خروج عن إن الإدارة تكون طرف من أطراف العقد؟ هل في خروج على القاعدة ديت؟ لا، هي الإدارة ممثلة في العقد. لم تمثل بالاصاله وانما مثلت بايه؟ بالنيابه. الكلام ده ما فيهوش خلاف. بس ما فيهوش خلاف اذا كانت النيابه ايه؟ صريحه. لو الشخص جه قال ايه؟ جه قال انا بتعاقد نيابه عن الايه؟ الاداره. طب لو النيابه ضمنيه تستفاد من الظروف والملابسات، يعني هو ما قالش صراحه. بس الظروف والملابسات قال. لو الظروف والملابسات هي اللي قالت. طيب هل في هذه الحالة العقد ينصرف للأصيل برضه؟ المادة 106 من القانون المدني بتقول لي إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد إنه يتعاقد بصفته نائبا فإن العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا العقد لا يضاف للأصيل دائنا أو مدينا إلا إيه؟ إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه الأصيل يعلم بوجود النيابة. دوت واحد. هو من المفروض حتما إنه يعلم. واحد. أو الفرض الثاني، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب. اقروا المادة دي، اقروها وحاولوا تفهموها. صف 23 المادة 106. القانون المدني هو اللي بيقول لي ليه القاعده القانون
الضابط والقانون المدني او القانون الايه الاداري. ده القضاء هو اللي عندنا بيقول لنا كده، بيقول لنا في هذه الحاله يعد بتنطبق طول الالتزامات للاصيل في حالتين. الحاله الاولانيه اذا كان من المفروض حتما انه يعلم ان الشخص ده بيتعاقد باعتباره ناجب عن شخص معين، ده في الحاله الاولانيه. الحاله الثانيه اذا كانت الايه يستوي عنده ان يتعاقد مع الاصيل او الناجب على اعتبار ايه؟ انت بتحقق مصلحه ماليه مش مهم بالنسبه لك شخص المتعاقد انت، الا في عندي انواع معينه من العقود اسمها العقود ذات الاعتبار الشخصي. كويس؟ يعني انا مثلا انا جاي ببيع مثلا ببيع مكتب زي ده، انا يخصني ايه اللي اشتريه، احمد ولا محمد ولا حسين؟ انا عايز فلوسي صح؟ في الحاله دي انت بيستوي عندك. طيب القضاء اعتبر ان لو واحد هو اللي نائب عن الاداره في العقد وما قالش ان هو نائب والمفروض ان اللي تعاقد معاه لا يعلم حتما ان هو نائب، القضاء يعتبر ان هو ايه يستوي عنده ان هو ايه يتعاقد مع الاداره او غيرها. الكلام ده طبعا استوى عنده ازاي؟ لكن العقد الاداري بيخضع لنظام قانوني خاص في ابراره وفي تنفيذه. النظام القانوني الخاص يعني من شان الاداره، يبقى ازاي بقى بيستوي عنده؟ ها؟ مش بيترتب اثار قانونيه غايه في الخطوره؟ انا ممكن لو انا اعرف ان الشخص دوت بيتعاقد نائب عن الاداره بما يعنيه ذلك من ان القانون يكرر في الاداره حقوقه وامتيازات استثنائيه او ليه؟ مش متعاقد، مش عارف تعاقد معاه. كويس؟ يبقى معنى كده في الحقيقه القضاء كان مدفوع باعتبارات عمليه، هو قال لك ايه؟ انا حافظ على اموال الدوله، ما هو في النهايه الماده مال ايه؟ مال عام. فما كانش حريص قوي على تفسير وجهه نظره، ما كانش حريص قوي على تفسير قواعد القانون كما يجب، وانما كان مدفوعا بالاعتبارات الايه؟ العمليه. لانه لو كان حريص قوي على تفسير النص كما يجب ما كانش قال ان هو يستوي عنده في كل الايه؟ في كل الاحوال، لانه في الحقيقه انا ما بيستويش عنده في كل الاحوال. لان في قواعد قانونيه خاصه بتكرس من سلطات وامتيازات الاداره، لو انا علمها ما كنتش اقدرت على الايه؟ على التعاقد. طيب الوضع وفقا للقانون المصري ان القضاء بيقر موضوع النيابه الضمنيه وبيعتبر ان العقد بيتواطئ، ان العقد بيكون اداري سواء كان الشخص الاخر يعلم او لا يعلم بان المتعاقد معاه من ايه؟ من بيعتبر نائب عن الاداره. عندي امثله على كده في حكم المحكمه الاداريه العليا، كان الموضوع متعلق بالترخيص لشركه المعموره للاسكان. عارفين شركه المعموره؟ شركة المعمورة ديت شخص من أشخاص القانون الخاص. أي حاجة فيها شركة ديت بتعد شخص من أشخاص القانون الخاص ولا تعد من أشخاص القانون العام. شركة المعمورة بالرغم إن الدولة هي اللي بنيانا وبالرغم إن الدولة هي في الحقيقة بتدير أملاك الدولة الخاصة، بس هي تعد إيه؟ شركة، وبالتالي تعد شخص من أشخاص القانون الخاص. هي ليها احتكار إدارة بعض الشواطئ والتربان، فهي اضرمت عقد مع شخص معين على انه يستغل قطعة معينة من الشاطئ لمدة معينة. شركة المعمورة شخص من اشخاص القانون ايه؟ اضرمت عقد مع شخص من اشخاص القانون ايه؟ الخاص. يبقى المفروض العقد عقد اداري ولا بدني؟ بدني. جاب محكمة قالت لك لا خلي بالك، قالت لك لا خلي بالك، قال لك هنا العقد شركة المعمورة ما بتتعاقدش باعتبار ان هي الاصيل، ده بتتعاقد باعتبار ان هي نائب عن الدولة. وبالتالي جاش الطرف الثاني قال لها ما هي ما قالتليش ان هي نائب عن الدولة. قالت له هو موضوع العقد مش كان تأجير شاطئ؟ طيب وهو الشاطئ دوت اللي بتملكه شخص من اشخاص القانون الخاص؟ قال لها طب وانا ايش عرفني؟ هي شركة المعمورة اللي حاطة ايديها وهي اللي بتباشر كل حاجة وديت كيان عنده الشخصية المعنوية. أنا ما أعرفش إن أنا بتعاقد مع الدولة وهي ما علمتنيش إن أنا بتعاقد مع الإيه؟ مع الدولة.
فكأن المحكمة عملت ايه؟ غلبت اعتبارات الصلح العام المتعلقة بموضوع التعاقد اللي هو الشاطئ اللي هو أرض الدولة، وقالت لك العقد هنا بيعد عقد ايه؟ عقد إداري. أنا بقول في نظري الكلام ده لا يتماشى، وخرجت الموضوع يعني وجدت له مخرج من المادة 106 من القانون المدني. أنا برأيي المادة 106 شروطها لا تنطبق في هذه الحالة. كويس، بس هو دوت الموقف اللي بيسري على اللي ساير عليه القضاء في مصر. طيب الاستثناء على وجود الإدارة كطرف في العقد. هو اعلن عن صفته ان هو نائب. شكرا اتفضل يا عمر. في حاجه عندنا في القانون اسمها نظريه الاوضاع الايه؟ الظاهره. حاجه زي كده ما عوضتش قدامي، القضاء ما قالش فيها راي قدامي، بس من خلال مبادئ القانون. في حاجه عندنا في القانون اسمها نظريه الاوضاع الايه؟ الظاهره. انت بتقول لي تمام. طيب نائب بناء على ايه؟ المفروض بناء على سند او على ايه؟ او على تقويض. خد بص، انا نائب عن ايه؟ عن الاداره. انا بتعاقد عن الاداره باعتباري نائب. طيب السند او التقويض المفروض بيكون فيه حدود الايه؟ حدود النيابه. وانا المفروض ان انا اطلعت عليه. طيب ما فيهوش حدود النيابه، المفروض هيلحق بالايه؟ بالاصيل، اعتبارا لايه؟ لاستقرار المعاملات والنظريه الظاهر. انا ايش عرفني ان انت تجاوزت حدود النيابه؟ دي حاجه بينك وبين الايه؟ بين الاداره، طالما مش موجوده في السند بتاع الايه؟ بتاع النيابه. بس الواقع ده انا ما عرفتش بصراحه حاجه كده عرضت قدام الايه؟ قدام القضاء. الاستثناء على وجود الاداره في قرار العقد. ايه هي الاستثناءات على وجود الاداره في قرار العقد؟ احنا هنا بقى مش بنتكلم عن نظريه النيابه، هم بيعتبروا ان نظريه النيابه ديت مش استثناء على وجود الاداره في قرار العقد، على اعتبار ان النائب بيمثل الايه؟ الاصيل. احنا بقى بنتكلم على استثناء، يعني حاله الاداره مش هي طرف العقد، والشخص اللي اقرب من العقد الطرف الاخر في العقد مش نائب اصلا عن الاداره، مش نائب خالص عن الاداره. يعني العقد بين شخصين من اشخاص القانون الاداره. هل في شروط معينه بيعد فيها العقد اداري؟ عندنا في مصر لا توجد استثناءات على هذه القاعده. في فرنسا في استثناء وحيد، اللي هي عقود الاشغال العامه المتعلقه بالطرق. القضاء الاداري الفرنسي، مجلس الدوله الفرنسي، اعتبر ان العقود اللي بيكون موضوعها انشاء طرق او صيانتها، طرق عامه او صيانتها، ديت بتعد عقود اداريه، حتى لو الطرف الاخر في العقد ما لا يتعاقد على اعتباره ايه؟ على اعتبار هناك. والاستثناء ده خاص بفرنسا بس، مصر مش داخله فيه. طيب برروا بايه في فرنسا الاستثناء دوت؟ قال لك ان مين اللي بيبني الطرق العامه؟ الدوله. لان الطرق العامه ديت يعني مصلحه عامه محضه. مصلحه عامه ايه؟ محضه، يعني ما فيهاش اي مصالح خاصه المفروض. طيب طالما العقد موضوعه انشاء طريق عام او صيانه طريق عام، يبقى معنى كده ان العقد دوت داخل في مهمه واختصاص الاداره الاساسيه اللي هي بناء ورص وتمهيد الطرق الايه؟ العامه. ويبقى معنى كده ان اكيد ان الشخص اللي دوت، الشخص اللي اقرب العقد نيابه عن الاداره، اكيد هو كان بيتعاقد لمصلحه مين؟ لمصلحه الاداره. وان اللي بيتعاقد معاه المفروض عليه 100% يعرف ده العقد متعلق بطريق عام. يبقى معنى كده ان الطرف الاخر في العقد لازم يكون ايه؟ ليه علاقه بايه؟ بالاداره. طيب الاستثناء دوت استثناء وحيد وموجود فين؟ هما ماشي. شكرا اتفضل يا عم. نمركم بيقول تبع نظريه النيابه.
هم اخرجوها. لو احنا قلنا تبع نظريه النيابه يبقى لازم ان احنا ندور في النيابه صراحه او ضد القضاء الفرنسي عشان يطلع نفسه من موضوع ان هو يدور والاخر يقول له اعلم وما اعلمش والكلام دوت. قال طالما العقد موضوعه بناء طريق عام يبقى العقد في كل الاحوال هيعد عقد ايه؟ عقد اداري عشان يريح دماغه من موضوع يدور والاخر يقول له اعلم وقفل الطريق خالص. طيب الشرط الثاني تعلق العقد بنص عام. تعلق العقد بمصدر عام. هنبحث فيه ثلاث نقط. انا هديكم بس مقدمه عامه عن الموضوع ونكمل باذن الله المحاضره دي. هفتح لكم الجوانب القانونيه بتاعتي. احنا بنقول العقد الاداري ليه السلطات والامتيازات بتاعت الاداره؟ عشان العقد متعلق بمنطق عام. ايه المنطق العام؟ يعني ايه المنطق العام؟ احنا على طول بنسمع الكلمه دي منطق عام. يعني ايه منطق عام؟ ماشي مين عايز يقول؟ كلام جميل جدا. جملتكم بتقول المنطق العام هو اللي بيقدم خدمه عامه لمين؟ للافراد. طب في تعريف تاني للمنطق العام؟ طب ما لو احنا كده قلنا بس خدمه عامه، هل الانديه بتعد منطق عام؟ مثلا تدير الدوله جمعيه السيده اعتدال عبد الرحيم اللي هي موجوده في المنشيه مثلا للايتام كده. طب ما هي لازم تقدم ايه؟ خدمه عامه. يبقى اكيد في عنصر تاني بجوار الخدمه العامه مكمل للفضل. كلام جميل. هو دوت العنصر اللي هي خدمه عامه بتقدم تحت اشراف الدوله ايه؟ مباشره. المفروض الدوله هي اللي ايه؟ اللي بتقدمها بطريقه ايه؟ بطريقه مباشر. يعني مش جايبه واحد ولا تقدم انت خدمه عامه، لا ده بالناس بتوعها بالموظفين بتوعها بالعمال بتوعها. دوت هي المنطق العام بالمعنى الناسي، يعني بالمعنى الوظيفي. لكن في منطق في معنى ثاني المنطق العام اللي هو المنطق العام بالمعنى العضوي. يعني ايه؟ اي حاجه في القانون عندنا ليها معنى ايه؟ ليها معنى مادي وليها معنى ايه؟ عضوي. عضوي احنا بنقصد بيه المباني، الاشخاص. المنطق العام ده ايه؟ كمان يعني مثلا لما اجي اقول لك الجامعه دي منطق عام، يبقى انا اقصد ايه؟ منطق الجامعه بالمباني، بالاشخاص اللي شغاله فيه. انما لما اجي اقول لك مثلا منطق الجامعه بالمعنى المادي، معنى ايه؟ الخدمه التعليميه اللي بتتقدم في الجامعه تحت اشراف الايه؟ الدوله. العقد الاداري بقى عشان يعد عقد اداري لازم يتعلق بمنطق ايه؟ لازم يتعلق بمنطق عام، لازم يتعلق بخدمه بتؤديها الدوله للناس تحت اشرافها بطريق ايه؟ بطريق مباشر. انا اتوقف عند هنا وباذن الله اول مره جايه هنبدا نكمل.